واحد من اكثر الناس اللي شالوا كؤوس، وكؤوس مش عاديه يعني، بقى كؤوس افريقيه وكؤوس سوبر وميداليات برونزيه وشويه حاجات كتيره جدا يعني. تولى شاره القياده في النادي الاهلي في فتره مليانه انجازات، ومع مدرب من اعظم المدربين اللي دربوا النادي الاهلي. بعد ختام مسيرته لعب في اكتر من نادي، لكنه كانت النهايه الطبيعيه انه يعود من جديد الى بيته والى نادي الى النادي الاهلي. الان اصبح في احد المناصب داخل النادي الاهلي، وكل ابناء النادي الاهلي تحت امر النادي الاهلي. فلما طلب منه انه يكون موجود في قياده فريق الكره النسائيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي، لم يتاخر ولبى الطلب، وجيب سرعه للنادي الاهلي، وجيب سرعه قناته ومكانه قناه النادي الاهلي. كابتن شادي محمد، مساء الفل. كابتن احمد، ازاي حضرتك؟ وحشنا. وانت جدا جدا. قبل اي حاجه طبعا ببارك لك، ربنا يخليك، ككابتن من كباتن النادي الاهلي تبقى موجود وبنتكلم على واحد من افضل العالمين في مصر، بل الافضل. ربنا يخليك. فشرف لي ان انا اكون موجود معاك جوه قناه نادينا، وان شاء الله نعمل حلقه كويسه. وانا مبسوط جدا جدا ان انا معاك النهارده. ربنا يخليك. جوه قناه نادينا، حلو قوي. اختلفت المقاعد، اختلفت المسميات، لكن يبقى الانتماء للنادي الاهلي يا كابتن شادي هو اهم حاجه. انت من كام سنه كنت في هذا المكان، وانا كنت في المكان ده عندك ضيف، لكن ده دليل انه هي يعني حدوته في حب النادي الاهلي، وكلنا شغالين فيها. شغل على البوابه، شغل مذيع، شغل ضيف، شغل مدير، شغل مشجع، شغل اي حاجه، لكنه هو الانتماء للنادي الاهلي. بصراحه كابتن، لما بنيجي اسم النادي الاهلي بنقف انتباه. ليه؟ علشان لو اي خير احنا عايشين فيه احنا وولادنا واسرنا، فهو النادي الاهلي كان سبب. صحيح. سبب اللي عملنا تاريخ محترم، وما تعرفش تعمل تاريخ زي ده غير في النادي الاهلي. نعم. تخلي الناس تمشي في الشارع بتشاور عليك حتى لما تبطل كوره. نعم. جمهور الاهلي ما بينساش لعيبته، ولا بينسى نجومه، ولا بينسى اللعيبه اللي سطرت التاريخ. علشان كده لما النادي الاهلي بيطلبنا في اي حاجه بنبقى خدامين النادي الاهلي. نعم. لان هو فعلا صاحب فضل علينا. حصلت فتره جفاء، بتحصل. انا نفسي حصل لي فتره جفاء في وقت من الاوقات، واحيانا بنكون على حق، واحيانا بنكون مخطئين، ما بنكبرش، بنرجع تاني النادي الاهلي. طالت الفتره ولا ما طالتش؟ وامتى كان الرجوع؟ وهل تصورت انه ممكن يبقى لك دور وتبقى مدير فريق الكرة النسائية في النادي الأهلي؟ خليني أقول لحضرتك، يعني قبل ما أجي كده قلت أنا حاجة افتح قلبي في كل حاجة. يا ريت بقى. افتح بقى، أنا مش عايز أسأل بقى، أقول بقى. كان درس. درس. كان درس، ودرس قاسي. وبشوف إن هو أحيانا مهما كنت بتعرف حاجات ومتعايش جوه النادي، بس بيبقى في حاجات أنت بتتعلم منها درس. نعم. فاللي انا مريت بيه كان درس بالنسبه لي، اللي في بعض الامور انت لازم تتريس، لازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك من تصرفاتك، علشان في الاول وفي الاخر كلنا واحد جوه النادي الاهلي. نعم. فما تديش سبيس او مساحه لحد يتدخل ويحاول يخلي فيه لغط وفي كلام. عرفت تقفل بسرعه على الموضوع ده؟ جدا الحمد لله. ال عملت حاجتين بسرعه. اول حاجه السكوت وعدم الظهور الاعلامي، لان اي حد عايز يخليك تظهر ياخد بونت او يخليك تخطا. حلو. والخطا هنا ما بيتنسيش، خصوصا عند جماهير النادي الاهلي. نعم. ده واحد. اتنين، اللي انت تفضل طول الوقت على تبقى عارف قيمه النادي الاهلي، وعارف قيمه رئيسه وقيمه جمهوره. فلما تظهر لازم تفضل بنفس الاتيتيود بتاعك، وبنفس اسلوبك، وبنفس طريقتك، حبك في النادي الاهلي تعبر عنه. وده اللاين اللي انا مشيت فيه. ما اعتقدش هتلاقي من نادر جدا او مستحيل ان انا اتكلم كلمه عن النادي الاهلي او على اي من اول عامل لغايه اكبر حد. صحيح. ده صعب جدا على اللي انا اعمله، خصوصا اللي انا طول الوقت شايف النادي الاهلي ده حاجه كبيره، وشايف اللي من غير النادي الاهلي ما كنتش وصلت لحاجات كتير في حياتي. يعني امتى حسيت ان الازمه انتهت، او انه الجفوه دي، او الغضبه، او الزعله، او العتاب؟ خلينا نقولها احسن، العتاب ده انتهى. اول لقاء كان بينك وبين الكابتن محمود الخطيب. كان معاك لو تفتكر. فاكر؟ ايوه. كناش، كان في برضو
يعني حاجات بسيطة وكنت حضرتك مستضيفني، انا استغربت جدا نفس الموضوع، وكانت حلقة جامدة جدا نعم وعملت نسبة مشاهدة رهيبة. الحمد لله. سألتني نفس السؤال كان بعدها بيوم، ايوه قلت لك الكابتن خطيب اخجلني بأدب، حصل فاكر يا كابتن؟ حصل. فأنا كان بالنسبة لي عادي، شايف الموضوع بسيط، بس الناس مضخماه وتقال كلام كتير جدا مش كويس، وانا ما عملتش الكلام ده اصلا. ثم قابلت الكابتن خطيب، جاي انا فتحت باب الاوضه في النادي فلقيته في وشي كده، فاخدني في كنت في حضنه. اوضه الاعضاء. الاستاذ خالد، خالد مرسي. خالد مرسي نعم دلوقتي هو موجود، كانت الغرفه دي . وكان قاعد مع اصدقائه، وانا داخل عادي بفتح لقيت الكابتن في وشي. ترددت تخش. عارف كابتن ايوه انا جالي رجلي اتشلت ل 30 ثانيه اجري اروح ارجع اقابلني والله ازاي العظيم. اعمل فهو قام واقف وراح قال لي تعالى يا ابني، راح جاي ما اتكلمش خالص، اخدني في حضنه قال لي عامل ايه طمني عليك، قلت له مش محتاج اي حاجه، اي حاجه تكلمني على طول. انا بصراحه عارف الامانه فتحت الباب وانا خارج، اتكلمنا شويه وبعد كده خرجت الباب، عارف لما تحس انت مكسوف بتشر عرق كده اللي هو ايه هو، فخلاص يعني بقيت اتحطيت في موقف اللي هو ايه، انا ايه اللي انا عملته ده اصلا؟ انا حتى لو في اي كلها مشاركه مع ولاد النادي، نعم لكن في الاول وفي الاخر في حاجات انا قلت لحضرتك الجمله دي قبل كده، ما ينفعش ما تبقى ليك تاريخ وتعبت في النادي عملت، لا لازم تبقى في حاجات ما يصحش اللي انت تعملها اصلا. بس خلي بالك يعني هي بتبقى تقديرات، وممكن يكون واحد اخطا التقدير يعني. هو بص يا كابتن، انا ضد الاحكام النهائيه يعني، دايما ما بقولش يعني، انا ادي فرصه واثنين وثلاثه واربعه، خاصه لما يكون حد خدم النادي وحد تعب في النادي وحد عرق في النادي وحد جاب بطولات للنادي الاهلي، ف يعني حتى لو في خطا وكلها وجهات نظر خلي بال حضرتك بالظبط. يعني، فما المانع يعني؟ يعني بس طالما انا خلاص شفت ان انا تقديري كان خاطئ وان انا قلت تمام يا جماعه خلاص الموضوع بينتهي يعني. هو المشكله بالنسبه لي لما بتقعد كابتن خلي بالك في حاجه ليها علاقه بسن النضج. نعم انت ممكن تكون شايف حاجات كتير ومن وجهه نظرك انت مصمم لو انت غلط، ولما بتكتسب خبرات وبتسال الناس الكبيره دايما برافو اللي هم عليك برافو عليك بينصحوك النصيحه الصح. انا معترض تماما، انا بشوف الفيديو ده بتضايق قوي، طريقه المسانده مش انا اللي عامل اعمل فيديو كده. ايه يا عم؟ انا طلعت هاجمتك وانت طلعت هاجمتني. ايوه اصل خلي بالك يا شادي انا هتكلم معاك، احنا مش على الهوا. ايوه كاننا مش على الهوا. ناس يقول لك انت فاكر قلت على شادي؟ قلت على شادي. وفاكر شادي قال عليك؟ في موقف وخلص. المشكله يعني الموضوع اصلي ايه؟ الناس متخيله انه اصل انت طلعت مره هاجمت شادي او شادي طلع هاجمك مره هنفضل قاعدين. تسمح لي اقول حاجه يا كابتن؟ اتفضل. اكيد ده حصل. طبعا. نعم. بس ايه المشكله؟ انا المفروض ان انا ما اكلمش كابتن شوبير طول حياتي وافضل كده. ايه المشكله؟ واللي انا هقوله، لا انا كنت طول الوقت قريب من اسره حضرتك. نعم. وهقول بقى ما شاء الله الاكل كان جامد جدا. فاكر طبعا مشاكل كل الدنيا تنور الدنيا يا شيخ. الله يكرمك. فتربطنا علاقه قويه جدا، مش معنى بنختلف، لكن في الاول وفي الاخر انا دايما بقول كده يعني في النادي الاهلي كمان علمك لما حد يبقى كبير وداخل عليه انت لازم تقول كابتن، ما ينفعش. نعم. عمري في حياتي نعم. لا اجر اقول لحد باسمه. ده صحيح. اتعلمنا ده بره وجوه، وحتى لو في ناس بتحاول تبين ان الصوره مش كويسه، لكن احنا ما عندناش الكلام ده في النادي الاهلي. ما اجملش اعرف على المجلس ده وزمان طول عمره في النادي الاهلي عائله الاهلي. بالظبط. ما هو الاب ساعات بيضرب ابنه والاخ بيختلف مع اخوه واللي واللي، لكن في النهايه في العائله. بس انا دايما بحب اقول اول لقاء بيني وبينك، لانه ايه؟ انا كنت مدير منتخب اولمبي. دي حقيقه. وانا كنت مدير صارم جدا 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 الى اقصى درجه. والباشا ده كان بيلعب في نادي الكروم. مستنينه. مش جيت اتمرنت باين تمرينه حاجه كده؟ ولا ما كنتش جيت اتمرنت ولا لا كنت جيت كنت كان جيت اتمرن شويه. فالمهم ببص الاخ شادي فين؟ الاخ شادي مش موجود. راح فين؟ فما حدش عايز يقول لي. ممنوع حد يخرج من المعسكر، ولا اذن ولا بتاع ولا اي حاجه ولا محتاجه. وبعدين هو جه طبعا قبل التمرين وكل حاجه، انا طبعا ايه مولع في حاله بقى ايه انه، فحد كده من الجهاز يعني قال لي ده هو جه يستاذن مني لانه كان رايح يوقع في النادي الاهلي. صح كده؟ ايوه. نعم. فقلت له يا ابني يلا يا كابتن انا استاذنت من فلان ورحت
استاذن مني انا المدير بقى. انا المدير. انا خفت انا عايز اروح امضي ولو قلت لحضرتك مش هتخرجني. مش هخرجك ده حقيقي يعني، يخرج في الاجازه يعني. فخرج الحقيقه وراح ووقع طبعا، خد وانا وقعت عليه عقوبه، وقال لك شوبير خرجه من المعسكر هو اللي وداه نادي الاهلي. وانا اصلا ما كنتش يعني يعرف، ما كنتش اعرف والله حاجه خالص على الاطلاق. بدات المسيره مع النادي الاهلي. احكي لي شويه، هل كنت متوقع يا شادي انك تصل الى هذا المجد، الى هذه البطولات، الى الانتصارات، الى الكؤوس، انه اسمك يبقى كابتن النادي الاهلي وانت بتشيل الكؤوس في كل انحاء افريقيا وفي مصر؟ في الاول اول يوم دخولي النادي الاهلي كنت مرعوب. مرعوب ها؟ حرفيا مرعوب. مين استقبلك بقى اول حد؟ مين اللي شكل عليك شويه؟ مين اللي كان جدع معاك؟ انت قريت دماغي. قول لي. اول واحد علي ماهر. علي ماهر. من انا جيت بقى كان موجود الكابتن حسام وابراهيم وكابتن نادي خشبه، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن ياسر ريان، علي. كان جيل عظيم واخد 7 دوري. علي ماهر من اخف دم الناس. ده مش طبيعي. طبعا مش طبيعي. عارف القصه دي. استلمني وانا مش عايز لسه بجس النبض، مش عايز. انا عايز اقف معاه بس خاف حد يزعل. لسه صغير بقى. فمش عايز اي حد يزعل. فعلي ماهر وكابتن وليد صلاح الدين برضو. وحضرت الجيل ده بنى فيك. وده كان الجميل في البدايه. انا ما حسيتش بقى، انا رغم ان انا خايف ومرعوب بس حسوني ان ده نديه. بنوا ثقافه الانتصار من بدري قوي في التمارين، ما حبوش يخسروا. احكي لي علي عمل ايه معاك؟ علي كنت لابس قميص كده مشجر. ايوه. راح جاي عنده، كنا مسافرين رومانيا المانيا اول معسكر، فجاء عند ودني كده في المطار قال لي انت مش لابس ليه؟ قلت له يعني مش. قال لي ايه البيجامه اللي انت جايبها؟ والله العظيم. ايوه. قلت له بيجامه ايه؟ ده قميص. ده قميص. قال لي بس ما جبتش البنطلون بتاع البيجامه. ايوه. فقلت ايه البدايه دي؟ ده صعبه. فبس هو دمه خفيف جدا مش طبيعي. عسل شربات. وابتدوا بقى يدخلوني جوه الفرقه. رحنا المعسكر، كان في لعيبه في المنتخب انضموا لنا بعد كده. فدخلت بقى ايه على الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. ايوه. يا نهار اسود. يا نهار اسود. ليله صعبه. قعد كده ودخلت عليهم، كانوا هم لسه جايين. كان مين كابتن تيم ساعتها حسام؟ في النادي كان كابتن ابراهيم، وفي المنتخب حسام. مظبوط. المهم دخلت عرفت اللي هم جم من السفر كانوا في المنتخب. قلت ادخل طبعا ما يصحش. دخلت هم ما بيقعدوش مع بعض اصلا اللي انا عرفته بعد كده. لا لا لا. فعارف قاعدين مش طايقين بعض بس قاعدين. بص اتنين بيعشقوا بعض. دي حقيقة. بس لا يقعدوا في اوضه ولا تلعبهم مع بعض ولا اي حاجة خالص. لا 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 خالص. المهم دخلت مساء الخير يا كابتن. سلم عليا الكابتن حسام الاول. وبعد كده كابتن ابراهيم. وبعد كده كان في حاجه غريبه جدا يا كابتن. هو جايبين سماعه اصغر، المفروض انت تجيب سماعه تسمع اغاني بس. سماعه هي قد كده مش عارف. فدخلت سلمت عليهم وطوا شويه البتاع. بعد كده سلمت عليهم. فانا خارج بقى ايه، هو بيسمعني بس مش مبين يعني اللي هو ايه. قال له الولد ده مؤدب. راح جاي كابتن حسام اللي بيقول لابراهيم. قال له لا هيقعد معايا في الاوضه خلاص. لا بتهزر. اخدت قرار. والله العظيم سامحه من اول. حسام قال له انا اخدت قرار يقعد. لا الكابتن ابراهيم قال له هيقعد معايا. بس هو اتخانقوا عليك الاثنين؟ لا. ابراهيم قال لك هيقعد معايا في الاوضه خلاص. خلاص. ومن بعد اي معسكر انا معاه هيتشال انا معاه على طول. انتهت يعني خلاص. من ساعه دخلت بقى النادي مع ابراهيم. بس حصل لي بقى معاهم مواقف بقى ما ينفعش نحكي. طيب اول معسكر حاجه يعني حاجه كده حاجه كده حاجه تتحكي. اجمد موقف هو حتى اللي بيحبه لحتى الان لما بيشوفني ده ابراهيم. والله. اول ما يشوفني يضحك يفتكر الموضوع. يحبني احكي الموضوع. رحنا كان ماتش في المغرب. كنا في معسكر وبعد كده رحنا ماتش طالعين على المغرب. كويس. فانا ده افريقيا مع الاهلي. كان اللعيبه الصغيره بتشيل الشنط والكلام ده كله حضرتك عارف. ايوه. ده احنا طلع عينينا في الشنط. يا نهار اسود. اصغر انت بقى كنت بتشيل الشنط. انا بقى كنت بشيل الشنط وبعمل الشاي وبغسل او رب العزة بس كنت بحب. بس دلوقتي مفيش الكلام ده. لا انا دايما كنت انا كنت بروح مع كابتن اكرامي ربنا يديله الصحه يا رب. انا كنت مجنون بحاجه اسمها اكرامي. مجنون. انا كنت مجنون وانا صغير بحاجه اسمها اكرامي. دايما كنت بحكي ان انا بشتري الصور بتاعته و فسافرت معاه. كانت اول سفريه نيجيريا. فرحت انا متاسف قطعتك. لا 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 اتفضل. فدخلت عليه الاوضه. هو كان بيعاملني معامله غير عاديه بصراحه يعني.
فلقيته قاعد وهو بيحب يلعب كوتشينه، بيحب يشرب شاي. كان في الكاتل بتاع زمان ده بتاع الشاي، عامل لنا شاي، امي عامل الشاي بتاع. وبعدين في الاخر ايه، كان اللبس بقى بتاع التمرين لما انا عامل اوضه لبس ولا بتاع، فهو ايه لمح كده يعني اللبس وسخ، قلت له هاتوا هاتوا هاتوا. اه والله، وفرحان واغسله له وانشره له وادوا له، فكنا بسعاده كبيره جدا. كم المهم ايه، فجينا انت بتشيل اللبس في الشنط في المطار. أيوة. كده فاللعيبه الصغيره بتشيل شنط اللعيبه اصغر كله. اصغر اصغر خمسه. ايوه مظبوط. ولو صدفت بقى واللعيبه الجديده. انا كنت اول سنه. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. ده انا هسيق سنتين مطحنه. والله العظيم كتابك اتخدلت. اتخدلت. بتشيل 30 شنطه. ايوه صح. للفرقه كلها. اللعيبه الكبار بهوات يا جماعه يحطوا الشنط، ويجي اللعيبه الصغيرين او اللعيبه الجداد هم اللي يشيلوا، هو ده العرف يعني. المهم رحت جاي ايه، فطبعا جبت الشنطه فانا معاه في الغرفه. فشايل بقى الشنطتين. فطالع، ففضلت مستنيه. اداني المفتاح بتاع الغرفه، فطلع. قلت لو انا اخترت السرير قبليه هتبقى مشكله، يطلع العرق ده. انا في 60 ده. فضلت واقف مستني. قال لي انت ما قعدتش ليه؟ قلت له لا كابتن مستنيك. قال لي انت مؤدب؟ قلت له ايش؟ والله العظيم اختار السرير. قال لي انت ده مش المهم. هو اللي اختار طبعا. المهم يا كابتن ايه الكوميديا بقى في الحته اللي جايه. أيوة. دي انت بتنام بدري؟ قلت له لا انا معاك، انا معاك يا كابتن. الوقت اللي انت عايزه. ممكن تكون بتنام الساعه 10 يعني. انا بنام بدري جدا. فالمهم يا كابتن غصب عني لسه فاضل بيبقى ساعتين على العشاء كده، وصلنا بقى والعشاء. فعملت كده والله يا كابتن، اخدت ضربه في دماغي، عيني حولت. مش انت بتكذب؟ قلت له انا كذبت في ايه؟ قال لي مش قلت لي اللي انت بتنام متوقع؟ قال لي قوم يلا اتوضى. المهم ايه، رحت اتوضى. حاضر. فاحنا بننزل فنادق طبعا، اسم النادي الاهلي كبير، فنادق كبيره جدا. فوالله يا كابتن لقيته ايه، قال لي تعالى بعد ما توضيته. انت ما عندكش حمام في البيت؟ قلت له ليه؟ قال لي ببص لقيت نقطتين نقطتين. مفيش مزح. قلت له حاضر يا كابتن. ده كان اول مره. اول مره. فانا بقى قلت انا ما عادش حد في سني ماشي في الطرق. صلينا. بعد ما خلصنا صلاه فهو دخل اتوضى وخرج، قال لي انا رايح اقعد مع حسام، فاضل ربع ساعه ما اتاخرش يعني. حاضر. انا ماشي بكلم نفسي يعني، طب ما انا كنت قعدت مع حد في سني. أيوة. ابراهيم سعيد ولا سيد عبد الحفيظ ولا اي حد. المهم يا كابتن ماشي في الطرق بكلم نفسي كده، ففتحت الحمام فلقيت بحيره. ايوه. رحت الوليد صلاح. مش قادر تقول له؟ لا. قلت له مش قادر. قلت له ده انا لو جبت بط هلعبه في الميه. ايوه والله العظيم. بس ما قدرتش افتح بقك. ايه؟ ما قدرتش افتح بقك. ما قدرتش افتح. وانت اللي نشفت طبعا. لا. سبتها بقى زي ما هي بقى، ما قلتلوش حاجه خالص. ما قلت له ما علق، ما اقدرش. ما جاش قال لك انت اللي غرقت المكان؟ لا ما قاليش اي حاجه خالص. هو فضل مقفول لغايه الصبح ما اتكلمتش بقى خالص. بس جاء كابتن حسام قال لي قوم افتح. قلت له حاضر يا كابتن. انا قاعد نفسي انام، مش قادر انام والله العظيم. فجه عمل حاجه غريبه جدا. حسام ولا ابراهيم؟ كابتن حسام. كان ليهم اتيتيود اتيتيود غريب جدا. ليهم نظرات وحركه كده. قال لي المهم دخلت. قلت له يا كابتن هو انتوا متعاقدين مع لعيب ولا شغاله في لبنان؟ ده انت. قلت له تعبت. قال له حرام عليك يا ابراهيم. انا قلت حلو لقيت حد ينصر. فراح جاي لف كده كابتن وانا قاعد بقى. رجعنا من العشاء. انت عارف الحركه دي. ايوه ايوه. قال لي انت زعلته؟ قلت له لا. وعمل لي حركه براسه كده غريب. حسام بيقول لك انت زعلته؟ قلت له زعل. انا قلت له انا غفلت بس. قال لي انت بتطلع اسرار الاوضه؟ قلت له مشيت جريت على تعالى هنا جريت. قلت احسن يضربوني الاثنين. لا ما ما بيعملوش كده. بس هم ايه ليهم طريقه معينه. بعد كده بقى قعدنا بقى. وبصراحه عايز اقول عنهم حاجه بصراحه. قول يا كابتن. طبعا. وهم في النادي الاهلي علموك التقسيمه ما تخسرش يعني. صحيح. في نماذج. نعم ده صحيح. اتعلمت منها كابتن ثابت الله يرحمه. طبعا. الله يرحمه. طبعا طبعا. يحببك في النادي الاهلي. وعلمك ازاي الوفاء. صحيح. وحتى موته بيخلص لغايه اخر ثانيه. والمشهد اللي حضر اللي كلنا ما ننساهوش حبا وعشقا في النادي الاهلي. وطلع بيبوس على دماغه. طبعا دي حقيقه. يعني من كل حد بتاخد منه حاجه. صحيح. دي حقيقه. دي يعني النادي الاهلي فيه عظماء.
حتى من مش لازم في الاداء الفني، لا في تصرفاته، في الشخصية، في الشخصيه، صحيح. ازاي تجمع ما بين الهيبه والاحترام، ده صحيح، والناس تحبك. جميل. فالكابتن ثابت الله يرحمه، الله يرحمه برضو، عشان الله يرحمه. لازم نجيب سيرته لان نعم. من رموز النادي ده بالتاكيد. خلينا نروح لفاصل، نرجع نكمل حوارنا الممتع مع الكابتن شادي محمد. وانت ازاي كنت قادر تشيل الميداليات دي كلها اللي في الصوره الاخيره دي؟ بسم الله ما شاء الله. فاكر كم ميداليه وكم بطوله وكم كاس؟ هم حوالي 28 او 29 بطوله. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ 8 افريقي. 8 افريقي. اربعة سوبر واربعة بس الدوري فيه 8 افريقيا. والله؟ اربعة سوبر واربعة افريقيا. ما شاء الله. كابتن في كم مره؟ في 6. ما شاء الله. في الدوري، في دوري مش بيتحسب، مش عارف ليه هم حاسبين كل النت، حتى مش حاسب ما قبل مانويل جوزي. ما قبل مانويل جوزي كان في تسوبل، اخذنا دوري وكاس. خد دوري مع تسوبل. واخدت كاس، 2 كاس برضو. الحمد لله رب العالمين يعني. لكن اغلى بطوله، اغلى بطوله بلا نقاش الصفاقس. صفاقسي ده. ممكن تيجي 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 كاننا على الهواء. يعني تيجي دلوقتي هنجيب الكرة وانت بتبصيها وفلافي بيلعبها بدماغه وابو تريكه بيسجلها. احنا في الوقت بدل الضايع تقريبا، مش كده؟ كنا في الدقيقة 90. لا اقل شويه، يعني اقل شويه. قبلها كان احمد الجواشي تقريبا، كان حارس مرمى الصفاقسي، شايل كورتين صعبين جدا. اصبر عليا الله يكرمك يا بيومي وحياه ربنا، النهارده ما اقل من جنيه مكافاه، والله العظيم ما اقل من جنيه مكافاه، يعني خلي بالك يعني، فتصبر عليا الله يسترك يعني. كان شال واحده حلوه قوي، وكان في لافيو حط واحده في العارضه حلوه قوي، وحسام عاشور حط واحده، وحسام عاشور حط واحده برضو، او في لافيو اللي شاط والجون شالها وحسام حط اللي في العارضه، ثم جاءت الفرحه الكبرى. تعالى كده هنا بقى، ارفع يا عم بيوم اللوحه وانت في الملعب وانت كابتن تيم، والحكم الرابع بيرفع 5 دقايق وقت بدل ضايع وفتح 11 ثانيه من الدقيقه الاولى، انه البطوله دي ذكراها عند جماهير النادي الاهلي دلوقتي. كله اللي بيتفرج على فيلم اقول له الحق الحق، ده رجعه الجون بتاع الصفاقسي، شادي، فلافيو، ابو تريكه، الهدف. صح كده؟ انا بوصف صح؟ بالظبط. احكي لي بقى، هل شفت اللوحه بتترفع؟ لا بتهزر؟ والله لا. طب يلا يلا بينا، ارجع يا بيوم، ارجع يا بيوم، ما تجيبش الجول، يلا يلا احكي لي يلا. انت قبل في ثلاث، في يعني زقيت الكوره 3 مرات يلا قبلها، قبل اللعبه دي. ابو تريكه بص كان فين يا كابتن؟ انا عايزك تتابع ابو تريكه كان يا نهار ابيض. ابو تريكه ما كانش هنا اصلا. ابو تريكه كان عند الدايره بالظبط. انا زقيت الكوره من البدايه 4 مرات. لما عند الثالثه ابو تريكه ناداني قال لي العب العب واحده، العب واحده يلا. بتهزر؟ ارجع يا بيوم. ارجع ارجع هنا، بس الكاميرا مش جايبه ابو تريكه. تمام. اللعبه هو هنا بينادي لك، هنا بينادي، كان لسه عند الدايره، عند الدايره ابتدى بقى يتحرك. سبرنت. انا الترتيبه كان جري. الترتيبه استنى يا بيوم، استنى. الترتيبه كانت لازم تكمل. كان لسه عماد ما اتحركش. الكوره ما نزلتش على الارض اصلا في اللعبه دي. اتلعبت. ايوه. متعب هيئها الاول، اتلعبت طويله. ابو أيوة. تريكه ابتدى بقى يتحرك من راحت متعب. اتفضل. بص يا كابتن بقى، ده في متعب حاجه الاول. ايوه متعب مزبوط. الاول نعم. فلافيو
من حظنا نقف هنا، نقف هنا. اقف اهم لعيب في تاريخ النادي الاهلي في التايمنج، كان قصير بس بياخد اي كوره من اي تايمينج. مدافع في العالم. بعدين جنبه عماد متعب بقى، حاجه ما حصلتش يعني. بالظبط فوق هيئها لابو تريكه تتشاط. دي عبقريه، اللي هو كانه عامل ثرو باص. مش بص يا كابتن، الباندا في الارض. وعلى فكره الوقت بدل الضايق. ابو تريكه اصلا كان بيشتكي من رجله في الخلفيه قبلها بثلاث دقائق. انت بتهزر؟ اه والله العظيم. بجد ولا بتهزر؟ اه والله. كان اشتكى للجهاز، وكان مانويل قال نقطة مهمة جدا، قال أنا هعمل مخاطرة في آخر ربع ساعة. أيوه. كان نزل وائل وخرج تقريبا محمد صديق، وعشان كان بيستخدم ساعات محمد صديق في وسط الملعب. وكان عامل سيناريو معانا. والسيناريو بالملي فعلا. قلنا الكلام ده كتير بالملي. كذا حد قال لي الموضوع ده، خاصة وليد صلاح وعماد متعب. كابتن ده عمل حاجة غريبة جدا. أنا كنت معاه في الماتش بتاع القاهرة. متعادلين 1-1. أيوه. واحنا اللعيبه عماله تغني وتفرح الصفاقس، واحنا خليهم اوضه اللبس. انا كنت معاه والله. خدك؟ لان كنا طالعين. لا كنا طالعين المؤتمر. بعد المباراه بيروح المدير الفني وكابتن الفرقه. ما بعد المباراه فلقى الباب مفتوح وبيضحكوا، دخل لهم قال لهم انا جاي اكسبكم هناك. جري وراه قفلنا الباب. لا يا راجل. والله. والله العظيم. فسالته قلت دخل قال لهم كده. فطلعنا في المؤتمر قال نفس الجمله، قال انا رايح اكسب المباراه في الصفاقس. ممكن تقول الكلام ده في مؤتمر صحفي مقبول، بس هو لكن تدخل الفرقه اوضه لبسها وتقول الكلام ده، وانا عارف طريقه كلامه وطريقه اشارته. بص بالظبط. دخل بعصبيه. انت بيفرحوا انت ازاي تعمل كده؟ انا استغربت جدا. جري ورانا فعلا حرفيا. فالمهم جالنا اجتماع من لجنه الكوره. كان فيها الكابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، كابتن طارق سليم، وكابتن هادي خشب. ايوه. دقيقتين كل الكباتن والاسماء الكبيره دي. والله الاجتماع كان دقيقتين. حسن حمدي، الخطيب، انا متذكر كويس جدا. كان دقيقتين. ده في القاهره قبل ما تسافر. عندنا ثقه فيكم، مسافرين عشان نجيب الكاس. ده الكابتن حسن. حلو. كان كلامه قليل جدا. 30 ثانيه. ده ما اقل من 30 ثانيه. كابتن محمود الخطيب بنثق فيكو، بنثق في المدرب، بنثق في اللعيبه. رايحين نجيب البطوله ونرجع. وكان بيقولها بحزم. نعم. كل حد كان راح جاي. كابتن حسن في الاخر قال كابتن الفرقه واصغر واحد مين؟ راح جاي احمد شديد، كان اصغر واحد. قال كلمه. قال له كابتن بنوعدكم ان شاء الله هنرجع بالكاس. وبعد كده اتكلمت كلمه برضه. قلت ايه؟ قلت ان شاء الله هنسافر نجيب الكاس، وكلعيبه اللي مش مستعد ومش بالروح دي يرفع ايده للمدرب ويقول له انا مش عايز اسافر، عشان احنا ان شاء الله هنرجع بقى. قمنا قرينا الفاتحه. شكرا. مانويل قعد معانا قعده. ايوه. انا متذكر كويس جدا القعده دي. كان في اكوتي في وسط الملعب. الحاجه الوحيده اللي اتغيرت، خاف من الانذار التاني واخد انذار بدري. ايوه. قال انا عايز ننزل ننقل الكورة كتير، نستحوذ على الكورة، التدوير اللي احنا بنعمله يمين شمال شمال، الجمهور هيسقف لكم، هيحبط اللعيبة التانية، ده رقم واحد، مش عايز انذارات. وأنا في الشوط التاني هعمل حاجة أجازف فيها، هنغير طريقة اللعب في آخر ربع ساعة بس، وهنجيب منها هدف. كده. ابتدينا جمهور الصفاقس سقف لنا ثلاث مرات في الشوط الأول. نعم. بننقل الكورة مستحوذين من رجل لرجل، عملنا مباراة فعلا عالمية. نعم. اللي قاله بالحرف هو اللي حصل بالحرف، من غير بقى عشان حكينا الموضوع ده. بس انا بالنسبه لي في لقطه مهمه جدا. ايوه. عشان ابين لكم قد ايه المسؤولين في النادي الاهلي. كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب بعد المباراه اجتماع. فبلغني كابتن حسام اجمع لعيبتك، ما حدش يطلع الغرف، في غرفه الاجتماعات. بعد مباراه 1-1. لا لا لا. بعد ما كسبنا. بعد ما كسبنا. خدنا البطوله كويس. خدنا البطوله. قال لك اجتماع. افراح بقى وليالي ملاح. هي حاجة كوميدية بس ليها في نفس الوقت حاجة تاريخية للنادي الأهلي. نعم. ومش كتير حكاها ولا كتير يعرفها. يلا. فدخلنا الاجتماع فرحانين، احنا مش عارفين ليه. طبعا. هيبارك لنا. هيديكوا بقى مكافآت وهيديكوا فلوس. كابتن حسن حمدي قال، كان قاعد جنبي الكابتن محمود الخطيب. عمال أسأله هل اللايحة فيها حاجة؟ الولاد كانوا رجالة قوي. خلاص مفيش نصيب، واترفع الوقت بدل الضايع.
وبندور ازاي نكافئكم، مفيش حاجه في اللائحه واحنا خسرانين، واحنا خسرانين خلاص البطوله. اه فقال وانا بقول له كده جبت الجون، فبدور على كابتن خطيب جري من الفرحه بدور عليه، مش طبيعته مش بالظبط. فجري من الفرحه فرحه هستيريه. فحبيت احكي لكم الموقف. كابتن حسن قال كده فقد ايه المنظومه الاهلاويه المهم تتعب تجتهد، وفي الاول وفي الاخر النتيجه انت سايبها على بس اعمل اللي عليك. فاحنا على الصراحه الفرقه كلها جهاز طبي عمال مدير فني اللعيبه، الماتش ده فعلا ما حدش اثر، اتعمل كل حاجه اتطلبت منه. فاداره النادي بترد هنا بيرسخ مبدا معاك، نعم انت اعمل اللي عليك حتى لو ما كسبتش، حتى لو ما كسبتش انا بدعمك بكل قوه. فدي كانت حاجه محترمه جدا يعني. سنه 81 كنت انا فريق اول، ما انا من زمن زمن الزمن قاعد بتفرج بس راح اشيل شنط وحاجات كده ومستمتع يعني. فوصلنا كان مدرب اسمه كالوتشاي ماجري، جه بعد هيديو كوتي. فوصلنا نص النهائي البطوله، وكان عندنا بطل الجزائر ساعتها، استشهد الرئيس الراحل العظيم الغالي محمد انور السادات. فكان القرار انه ننسحب من بطوله افريقيا. طبعا الدموع بقى الكبار دول كلهم بقى، الخطيب واكرامي وثابت ومصطفى عبده ومختار ومصطفى يونس وماهر همام، كل العظماء دول كلهم يعني ناقص يعيطوا لانه بطوله شبه مضمونه يعني. فانسحب خلاص. ففوجئنا لقينا كابتن حسن حمدي عامل لنا عزومه، كان في مينا هاوس للفرقه كلها. ما لعبناش يعني، ما فاهم. وكان الله يرحمه كابتن حسين مدكور، تعرف حسين مدكور كان كابتن النادي الاهلي وكان معلق شهير، كان هو مدير الفندق ساعتها. فلقيناه كابتن حسن اللي قاله لك ده بقى، انتوا عملتوا اللي عليكم، كنتوا قريبين من البطوله، وكنتوا 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 وكنتوا، وبالتالي النادي الاهلي قرر انه يطلع لكم مكافآت. يعني ما حدش طلب ولا 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 ولا، وراح مطلع للعيبه كلها مكافآت معدنه ساعتها. ليه بقى؟ انا ما اعرفش بقى يعني، كنت لسه صغير ولا حاجه. وده موقف عمري ما انساه للكابتن مصطفى يونس، دايما اقوله دايما اقوله. كنت انا ومجدي درويش، واعتقد كان معانا طارق عبد الحميد واكتشف بعد كده، فتقريبا احنا الثلاثه ما اعرفش يعني. فانت عارف ايه ساعتها طبعا بتحرك شويه انه يعني. فكابتن مصطفى عرف، ففي 5 ثواني كان عامل لنا كل واحد ظرف فيه مبلغ محترم، عمري ما انساه له يعني. قد ما الناس قاعد تزعل منه اهو، لكن جبر الخاطر ده عمري ما انساه. لكن ده هو زي اللي انت حضرتك بتقوله، وقال لك بندور لكم على حاجه وانتم خسرانين نطلع لكم مكافاه، ويقول لك الكلام ده وانت كسبان. دي قيمه النادي الاهلي دائما وابدا. خلينا نترك الماضي بقى ونقعد في الحاضر شويه. شفت ماتش العين ازاي؟ لا، العين واحده من اهم المباريات في تاريخ النادي الاهلي. نعم. اولا لازم اشيد بجماهير النادي الاهلي العظيمه. نعم. مشهد ولا اروع. تشجيع من اول دقيقه، قبل المباراه ب5 6 ساعات تواجد جماهيري كالعاده غير طبيعي. إيه؟ 5 6 ساعات. الماتش كان الساعه كام؟ 8. الناس من الساعه 12. دي حقيقه موجوده يعني. انا بتكلم المشهد كان ما فيش ولا اروع من كده. صحيح. فيش اي خروج عن النص. فبتشجع، هو ده اللي انا بقوله دايما، انت عليك دور تجاه كل الجماهير. نعم. لان انت الجمهور الافضل والاقوى على الاطلاق جوه المدار. نعم. فجمهور النادي الاهلي من اول دقيقه تشجيع، من ثالثه شمال وانت ستارت الماتش. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. الواحد اتمنى اول مره في حياتي تسمعوها لنا يا جماعه كده، اول ما تجازوا بيها قولوا يعني بجازة. اول مره في حياتي من يوم ما بطلت اتمنى. رحت الملعب يا شادي؟ لا ما رحتش للاسف. تقدرش؟ ما في حاجات بجد انا فعلا ما بستحملش ومش بعرف اتفرج. وبعدين لما بروح مش بحب اقعد مع الجماهير. يعني رحت 3 4 مرات من بعد ما بطلت، رحت فعلا مع الجمهور، بقعد كده مع في ناس بقى بيقولها حسابات، تقول لك ازاي قاعد انا ولا ما بسمعش الكلام ده اصلا. ايوه بالظبط، الحاجات دي ما تردش عليا، يقول لك اصل الكاس ده مش عارف ايه. دي حقيقة، دي حقيقة. انا بحب، وده دايما بقوله لجمهور النادي، استمتع بانتصاراتك، سيبك من الهفق. دي حقيقة. استمتع بافراحك. دي حقيقة، دي حقيقة. استمتع ببطولاتك. تعرف يا كابتن الماتش ده في حاجة غريبة جدا، مفيش فرقة في العالم، في العالم تقدر تضغط بنفس الريتم ال 90 دقيقة. ده صحيح. النادي الاهلي عمل كده. نعم.
النادي الاهلي حقيقه اداء هايل جدا من كولر على الخط، تشكيل المناسب، نعم الاداء في الملعب ولا اروع من لعيبه النادي الاهلي، ده صحيح. والجمهور الا القليله بيشوفوا مشهد غير ده طول الوقت. كان يجي يقول لك النادي الاهلي بيفرغ الانديه، كنا نسمع نفس الكلام ونفس الريتم ونفس الاسلوب، بيفرغ الانديه، بيدوروا على حاجات تانية، كابتن حسن حمدي مش عارف ايه، التحكيم مش عارف، انا بديك النغمه اللي بتتقال دي نغمه مصطنعه بتتورث من شباب دلوقتي، بعد كده بيبقى اب، بعد كده بيبقى جد، وشغال على نفس النغمه. عارف احلى حاجه، نغمه يخلق اعذار ما يشتغلش، تجيب شماعات، شماعات تشتغل. النادي الاهلي كنا بنخسر من النجم الساحلي وعدنا اللي هنكسب افريقيا السنه اللي بعدها وجبنا ثالث عالم، ما خلق، ما قلناش بقى العرجون عمل ايه، ولا اللعيبه ولا الجهاز ولا الاداره خلاص قالت الكلام ده. هو ده النادي الاهلي، دي عبقريه النادي الاهلي، العمل الجماعي، تشتغل على الاخطاء، بتشوف النواقص اللي عندك ايه، لوائحك بتطبق، انت بتشتغل بس تبقى في المركز الاول. خلينا نكمل حوارنا الممتع والجميل مع كابتن شادي ونعرف بقى قصته مع فريق الكره النسائيه. ما شاء الله 5 ماتشات مظبوط ب 15 بونت كلها مكسب، ما اهتزتش شباكنا الا مره واحده تقريبا 2-1، ما دخلش 2-1 مباراه الزمالك، غير كده شباكنا نظيفه. قصه الكره النسائيه هيروح لفين؟ الحدوته ماشيه ازاي؟ تولى المسؤوليه ازاي؟ المنافسه عامله ازاي؟ في تدعيم جديد ولا لا؟ كل ده مع الكابتن شادي محمد بعد الفاصل. دلوقتي مش انا عملت مكافاه جنيه لبيومي قدامك؟ ايه. وبعدين جه قال لي وانت بتتكلم على الجمهور ثالثه شمال، قال لي هجيبها؟ اه ما جابهاش. اخصم؟ بصراحة بيومي حبيبنا كده. طب اعمل ايه؟ اهو اهو سمعني بقى. لسه برضه انا ما اتكيفتش قوي، عايز بتلتش بتزق بال فعلا. عفا كابتن، عمري ما انسى ماتش القطن الكاميروني. 3-0 2-0 هنا؟ 2-0 هنا في لافيو. قلنا هناك 1-1 مش كده؟ سيبنا 2-1. سيبنا 2-1. الماتش هنا انت احمد حسن باين؟ المدير الفني في المؤتمر الصحفي قال كان فرقه قويه جدا. كانت ساعتها الموسم ده عملوه كويس. قال لك في المؤتمر الصحفي، قال لك لولا جماهير النادي الاهلي صحيح انا لعبتي فقدت الوعي 25 دقيقه فيهم الهدفين. نعم. لأمام ما دخلوا المباراه كنا خسرنا خلاص. كنا خدنا سبب المباراة. جماهير النادي الاهلي بصراحه مشهد دايما رائع طبعا، واللاعب رقم واحد في النادي الاهلي حاجه تشرف. ازاي اتوليت مسؤوليه فريق الكره النسائيه؟ كانت مفاجاه بالنسبه لك. تعالى لي بقى بيوم يبقى جاهز من الثالثه شمال دي، لازم هاخدها النهارده بالغنى اللي بيهزك بالفعل. ازاي حصل؟ ما فيش، انا جالي مكالمه من كابتن محمود الخطيب، هو اللي كلمك. نعم. شادي انت فين؟ قلت له في البيت. قال لي بكره الساعه 2 مستنيك في، انت ساكن فين؟ قلت له كذا كذا. قال لي طب انا مستنيك في مدينه نصر، في الفرع في مدينه نصر. بصراحه من اول ما دخلت النادي استقبال اكثر من رائع. بعد كده قعدنا دردشنا شويه، طمن عليا وطمنت عليه. كانت مقابله من وقت كويس، ما كناش اتقابلنا كده، كان دايما الايفنتات بيبعت لازم شادي يبقى موجود وكده، كان بيبلغوني كده في النادي. بيتكلم معايا في بعض الامور الشخصيه.
وكانت قاعده وديه، ما كانش فيها، ما عرضش عليا حاجه خالص خالص. اتكلم معاك كده عادي، اتكلم، قعد يسمع بعمل ايه الوقت اللي فات ده كله. وانا يعني هستغل قناه النادي الاهلي، مش عايز اتكلم في اسرار قوي على قد عايز اتكلم في احساس انا حسيته. قال لي ابعد النادي الاهلي شويه على جنب، ابعد رئيس الاهلي على جنب شويه. انت اي وقت احتجت اي حاجه ترفع علي سماعه التليفون. حلو. اي وقت. انا اخوك الكبير وانت ليك اسم في النادي كبير. جميل. فاي حاجه احتجتها ابعد عن مجال الكوره خالص، لازم ترفع علي سماعه التليفون. جميل. فما اتكلمناش في حاجه خالص، كان الكلام كده اكتر من تلت ساعه. وقعدنا دردشنا وشرح لي بعض الامور وبتاع، وعرف انا بعمل ايه. قال لي انا عايز اعرض عليك حاجه، والحاجه دي مهمه جدا بالنسبه لي، جديده، وانا عندي تخوف منها بشكل كبير، وعايزك تدرسها كويس. وراح جاي قال لي الكره، قال لي هتمسك قطاع الكره النسائيه، هنعمل فرقه وهنشارك في الدوري وتجيب لي رؤيه كامله. فانا اول حاجه كده بصينا لبعض وضحكت. فقلت له اول حاجه كابتن ما ينفعش حضرتك تقول لي اي حاجه واقول لا، وما ينفعش النادي الاهلي يطلب مني اي حاجه، انا عايز ارد الجميل للنادي الاهلي. فقال لي خلي بالك عشان دي صعبه جدا، ممكن المسمى، انت ليك تاريخ كبير جوه النادي، نعم، وحافظ حاجات كتير جوه النادي الاهلي، وجا الوقت اللي انت تبقى موجود هدعمك كويس بكل قوه، بس صعب. طبعا. قال لي الناس تشوفها سهله جدا، وايه شادي يختاروه لي، دي حاجه قليله. نعم. قال لي بس بقول لك صعبه جدا. انت اشتغلت حاجه اداريه قبل كده؟ قلت له لا. قال لي هتتعلم ميزانيه، هتتعلم لوائح، هتاخد قرارات غلط وهتاخد قرارات صح، هتكون فرقه. فده هدك مجهود ضخم وكبير، بتبني من اول وجديد حاجه مش موجوده. نعم. هدعمك، ما تعملش اي حاجه، الماليات هتسال فيها، كذا هتسال فيه، كل حاجه تسال فيها، ما تاخدش قرار متسرع. وشرح لي، قال لي هات كرسي تعالى جنبي. حلو. بص يا كابتن، انا كل ده يعني دي في مدينه نصر؟ انا كل ده بصراحه لو سالتني كانسان بني ادم، انا مستغرب. لان ليه شادي؟ انا بتكلم الحقيقه اللي كانت جوايا، ليه شادي؟ وممكن البعض يستغرب، هو كابتن ازاي اختار شادي؟ ما كانتش معايا، فصممت اتكلم في الموضوع ده. قال لي لا. قلت له كابتن عشان خاطر اديني دقيقه. قال لي لا، بقول لك لا. قلت له كابتن اديني دقيقه. قال لي عايز تقول ايه؟ ما تتكلمش في اي حاجه فاتت، احنا اولاد النهارده. فاولاد النهارده اراك. فقلت له طب كلمه واحده. قلت له الاستقبال اللي انا شايفه وكلامك لشخصي ممكن ما كنتش شايفه قبل كده خالص. نعم. فانا بعتذر لك لو انا في يوم من الايام ضايقت مشاعرك حتى لو دقيقه. عشان ليه؟ عشان الاستقبال من اول ما دخلت النادي وكلام حضرتك معايا بشكل ودي، رجعت العلاقه اللي كانت سنين طويله، كان كلها بطولات ونجاحات مع بعض. نعم. وشفت حضرتك في كل المناصب. فانا بشكرك وبوعدك هبقى مقاتل، وعايز انجح، عشان انجح لازم دعم حضرتك معايا. وبوعدك كل حاجه، عمر ما هيجي غلطه مني، لان فعلا انا هعمل كده، بس محتاجه وقت اسال. نعم. اتعلم. نعم. استشف في الدنيا فيها ايه في القصه دي، وارجع لحضرتك بملف كامل. قال لي اسبوع كويس. قلت له ماشي يا كابتن. بعد يومين اتصل بيا، تعالى لي على الشيخ زايد. قمنا قايلين مشوارك من مدينه نصر الشيخ زايد. نعم. رحت. كنت جهزت نفسك؟ كنت جهزت شويه. مش في يومين، مش ما اقدرش اعمل حاجه. ثم اداني ملف، قال لي ذاكر لي دوت، شوف لي الوضع في ايه. عجبني حاجة وبعترف على الشاشة، اللي ذاكرتها كويس جدا كان عقد ما. فقلت له ده ما يناسبش النادي الاهلي. فقال لي انت شايف ايه؟ قلت له نلعب. عقد اللعيبة؟ لا. عقد كنا هنعمله. نعم. حد يعني نلعب باسمه. نعم. فلقيتها ما تناسبش اسم النادي الاهلي خالص. فقال لي اجهز
عشان تعرف ولغى هذا التعاقد عشان هناخد فورا مع الاهلي كان هياخد فيه فلوس بالظبط فلوس كويسه بالظبط نعم قال لي اقتنع بكلامي فحسيت بقى عارف يا كابتن مروح ثقه بقى خلاص ثقه ومروح مبسوط سعيد سعاده مش انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم ما ناقشنيش فبعد كده بقى قعدنا قال لي جهز ملفك كويس ما باخدش في قرارات بتبقى حازمه مني لكن في الاول وفي الاخر لازم تعرض على لجنه التخطيط يسمعوك اجهز كويس لان هتتسال وجهز الهيكله بتاعتك مين هتحب تشتغل معاه والكلام ده كله كويس فعملت اخترت جهازك بالكامل اخترت بالكامل جهز سالت كويس قوي اول حاجه اخلاقيا مين من النادي الاهلي يقدر يساعدني ببعض المناصب مين ابرز الاسماء معاك يا شادي ابرز الاسماء معايا طبعا كابتن وائل السيد جايبه من دجله خبره كبيره جدا بيقدر يساعدك محترم اخلاق مفيش جمله عليه مش كويسه معايا كابتن اكرامي معايا كابتن علي السعيد كابتن مدرب اكرامي بتاعنا لا على فكره هو والده سماه اكرامي علشان اهلاوي جدا اصلا ومتخصص في السن ده جايبه 15 سنه راح صنع في السعوديه فرقتين فقلت هيقدر مع الكابتن وائل يعملوا شغل كويس جبت كابتن علي السعيد كان ماسك في دلفي وكان بينافس الفرق الكبيره بيتعبهم في الماتشات في سن 18 سنه هو موجود معاه الكابتن اميره والكابتن ايات عبد الخالق ال 15 سنه وبقى جبنا الدكتوره رود من اشتغلت في النادي الاهلي بقى اعتقد 12 سنه خبره كبيره جدا الله. مدربين الحراس كابتن تامر الدسوقي ده تامر جميل جميل الفريق الاول نعم جبنا كابتن فتوح وانور وجدي للقطاعات الصغيرين شغال قطاعات كمان في قطاعات صغيرين 15 و18 فريق من بعد شهر ونص بالكامل بيلعبوا مسابقات وكده هيبتدوا الاسبوع الجاي ان شاء الله حلو قوي وهنا ابتدينا حبينا ان احنا نبتدي كبار فجبنا مستر ديمتري مدرب فرنساوي مين صاحب فكره ديمتري؟ اكيد هقول الحقيقه كنت انا والكابتن زكريا ناصف والكابتن وامير توفيق يعني كان لازم تشاورنا مع بعض ثم عرضنا الامر على الكابتن محمود الخطيب اخذ القرار قال فكرتنا اللي كنا نبتدي كبار وفي نفس الوقت مخطط الاحمال معاه فرنسي ماكسيم على اعلى مستوى الاثنين خبرات في متخصصين في كره القدم عند ديمتري على سبيل المثال كان ماسك ليون باريس سان جيرمان النادي اللي بياخد الدوري في روسيا النادي اللي بياخد الدوري في الصين قعد اخذ معاهم دوري ورحب جدا ذاكر النادي الاهلي كويس جاي حافظ يعني كلهم بيتكلموا عنه كويس بصراحه شغل بس مركز في الشغل بيقعد في النادي من 9 الصبح بيمشي 7 و8 و9 بالليل فعلا في انتوا في التجمع في التجمع ترتان جديد ملعب ترتان جديد ترتان جديد وابتدينا نشتغل بقى على الكلام ده كله بس في الاول وفي الاخر خليني ادي الحق لاصحاب انا عايز اشكر جدا جدا الكابتن محمود الخطيب مش عشان انا في قناه النادي الاهلي واللي عرفني كويس انا ما بعرفش انافق انا بعرف اقول الحقيقه كابتن محمود الخطيب جالنا تعثرات في التعاقدات تدخل بنفسه حسم في يومين فعلا دي حقيقه هل فعلا في لاعبات كانوا عندك وليله ماتش الزمالك راحوا الزمالك الكلام ده مش صحيح غير صحيح بيحاولوا كالعاده زي ما بيعملوا مع فريق كره القدم الشباب بتوعنا حاولوا يعملوا معانا كده لكن فضلنا السكوت ما بنتكلمش احنا بنشتغل بس نعم وهنا ليه بشكر كابتن محمود الخطيب تدخل في اوقات صعبه حسم حاجات كتير جدا وبنفسه لسه في عندك امل في تعاقدات جديده ولا كده قفلت محتاج في يناير ان شاء الله خصوصا كان عندي لعيبه مهمه جدا امنيه سمير لعيبه انا لازم احكي الموقف ده برضو يا ريت في زمن ما فيهوش الكلام ده نعم وكان في نقاش ما بيني وبين الكابتن وانا احكي سر اول مره اقوله يعني. امنيه سمير لعيبه كانت راجعه من السعوديه اول لعيبه مضت في النادي الاهلي على بياض على بياض وشاركت في بعض الصفقات اللي هي كمان. تساعدنا وزعلنا عشان اصابتها والكابتن عرف وكلمتني قالت لي كابتن محمود الخطيب كلمني واول مره يتقال الكلام ده قالت لي كابتن انا رفع من روحي المعنويه مكالمه الكابتن محمود الخطيب وهو بيطمن عليا وعرف ان انا جالي صليبي واطمن عليا ولا احنا معاكي وفي ظهرك وما نتخلاش عن ولادنا جميل ف قد ايه اتعملت العمليه فورا اتعملت العمليه من اسبوع الحمد لله ان شاء الله ترجع بالسلامه سلام فمكانها
محتاجين تدعيمات في المكان ده، ومحتاجين عشان احنا نظهر بشكل كويس، خصوصا اللي محدش يعرفه اللي احنا ضمنا قبل الدوري في 4 5 لعيبه قبل الدوري باسبوع فعلا. دي حقيقه. كمان من الحاجات اللي عايز اقولها اللي احنا متوسط الاعمار، انا حبيب عصام الناس بتشوف اللي هي خبره وبتتكلم عليها بشكل كويس جدا، لك ان تتخيل اللي هي 17 سنه. ياه. اه ما شاء الله. عايز عندنا كاميليا 15 سنه نزلت في ماتشات، والله نجمه مصر، نجمه قادمه قادمه، دي حقيقه. نعم انا بشوف اللي هي رقم واحد في سنها في مصر. نعم كل القطاع الكوره النسائيه في كل الانديه عارفها كويس قوي ما شاء الله. اسمها كاميليا الديب. نعم. عندنا اعمار سنيه صغيره، عندنا رودين عبد الرسول عملوا عليها حتى فيلم مش كويس بعد ما كسبنا كالعاده، تخلق اعذار ويقول لك اللعيبه موقوفه ويلعبوها، ما عندناش الكلام ده في النادي الاهلي اصلا. نعم. مشينا بعض اللعيبه فعلا اللي من وجهه نظرنا ما كانتش تليق باسم النادي الاهلي. لعبوا كانوا لعبوا ولا ما كانوش لعبوا؟ لا لا لا، من قبل ما نبتدي السيزون اللي عملوا مشاكل، اللغط وكلام كتير، ما اتكلمناش، اخذنا قرار وسيبنا اللي يتكلم يتكلم. نعم. عندنا مجموعه اعتمدنا معانا، جبنا 3 محترفين، كان البناء كده، مهل وحش خبرات، امنيه سمير، نادين غازي، منا طارق، مع 3 الاجانب ابتدينا المشوار بكده. كان 100 مش مهلكوا بثلاثه اجانب؟ 3 اجانب بس، 100 أمريكية، ثم شاريتي راس حربة نيجيرية، وأليكس لعيبة صربية مدافعة ما شاء الله. مين أخف دم فيهم؟ أخف دم أليكس وشاريتي. شاريتي مش طبيعية، دمها شربات مش طبيعية. قالت لك هزبخ شعر أخضر وعملته أحمر. قالت لي أنا هشوف هو بيتكلف كام وهتدفع لي، قالت لي أعمله أحمر. حاضر. المهم رحت بعد يومين، جت التمرين كنا اجازه، رجعت من الاجازه لقيته اصفر، قلت لها انا عايز الفلوس، انت قلت لي اعمل، قالت لي لا خلاص شربات، دمها شربات، قالت لي دمها شربات. عندنا نادين غازي الحمد لله الماتش الاخير احرزت هدفين، راهنا عليها، ومستر ديمتري الامانه راهن عليها، وماكسيم بيبذلوا مجهود كبير جدا معاها. نادين غازي يا كابتن سنتين بعيد عن الكوره، كان عندها مشكله في ركبتها، ما بتلعبش خالص، وكنجمة مصر وافريقيا. نعم. احسن لعيبه في مصر، احسن لعيبه في افريقيا. رجعناها بالسلامه، لعبت الماتشين اللي فاتوا، احرزت هدفين اخر مباراه. مش عايز اقول لك سعاده المنافسين بنادين كانت كمان. يا سلام. والله لان اخلاقيا محبوبه في الكره النسائيه بشكل كبير جدا، وبذلنا مجهود، وانا من خلال حضرتك بشكر مستر ديمتري وماكسيم على الدفعات المعنويه، لان البنات بتحتاج دفعات معنويه اكتر من الشغل الكلام في الكوره، وساندوها بشكل قوي جدا. وانا قلت لها احنا كان قولا واحدا لما تعاقدت معاه، نادين هنرجعك بالسلامه، النادي الاهلي بيراهن عليكي مش انا، فلازم ان شاء الله هنشتغل بشكل محترف اللي ترجعي، والحمد لله كانت اولى مباراه. طيب عشان احنا وقتنا جري، احنا متصدرين بعد 5 مباريات 15 بونت، وبسم الله ما شاء الله الامور ماشيه بشكل كويس، لكن بعتقد لسه المنافسه. الزمالك لم يخسر الا من الاهلي، وكسب الاربع مباريات، فرقه مسار فرقه جيده، شايف انها كسبت كل مباريات، وادي دجله يظل من الفرق القويه. بسرعه قول لي شكل المسابقه عامل ازاي، متوقع ايه، هل هتضم صفقات تانية في يناير ولا لا؟ اسم النادي الاهلي اضاف لقطاع الكره النسائيه في مصر بشكل كبير، اسم النادي الاهلي دخل بتتذاع مباريات كتير، اسم النادي الاهلي دخل انتشار اللعبه بشكل غير مسبوق، ده بشهاده الجميع. النادي الاهلي بيدخل في مكان الدنيا بتختلف بشكل كبير، ده رقم واحد. رقم اتنين، في منافسه طبعا مع فرق كتير، في منافسه مع البنك الاهلي، في منافسه مع مسار، في منافسه مع دجله، في منافسه مع الزمالك. احنا ماشيين في طريقنا، مش بنركز غير نمشي في مشوار الانتصارات، لكن عندي اعتراض بسيط. اولا لما بيجي المنتخبات تتجمع، وانا اول مره اتكلم في موضوع الكره النسائيه، واول تصريح ليا النهارده مع حضرتك يا كابتن. نعم. لما نيجي نضم منتخب مصر، انت بتاخد من سواء في اي سن، انت مش بتضم من مسار ليه؟ مش هو الفريق اللي بياخد الدوري؟ نعم. وانا بسال تساؤل، بنريحه؟ انا من حقي كمسؤول ادور عن حقوق ناديه من خلال حضرتك ومن خلال قناتنا، ده اول سؤال. تاني سؤال، انت ممنوع تضم؟ لا، هم بيضموا، بياخد من النادي الاهلي الطلب 7 8، وانا السكواد بتاعي قليل، ولسه لسه بقول في مشوار جديد بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. فيتعمل معسكر تمارين، انا في معد بدني، في سيستم ماشيين بيه، معدل الامان
ما ينفعش تدي احمال، لان كان عندنا مباريات اربع مباريات فلازم يريحوا، ما خدوش الراحه راحوا المنتخب. طب انا ليا منافسين، مسار منافس، ما تاخدش منه لعيبه في المنتخب ولا في لعيبه راحت بتوع لعيبه البنك الاهلي راحوا المنتخب ثم راحوا لعبوا ماتش ودي خرجوهم لماتش ودي ولعبتي استمرت في التدريبات. لا ما انا لازم ارفع ايدي واقول انا مش موافق على الكلام ده. رقم اثنين وده مهم جدا بالنسبه لي، مسار راح يلعب بطوله افريقيا، سافر يوم 7 اول مباراه ليوم 12، فعنده ثلاث مباريات مهمه، عنده البنك الاهلي، عنده بيراميدز، عنده دجله. فلازم يلعب لان انا هقابله لما يجي من السفر، المفروض اقابله ولا يلعب المباريات دي الاول تحدد النتائج. ده انا الحواديت دي نفس اللي بيحصل مع الكوره في حاجه، انا دي تساؤلات بسالها لان محتاج نظام، محتاج انضباط، محتاج لان انا ملتزم بكل حاجه بيقولها اتحاد الكوره. فعلى الجانب الاخر من اتحاد الكوره يبقى ملتزم معايا بالجداول اللي هو كلها حقيقة. طلبات مشروعه واعتقد انها كلها تتحل ان شاء الله. انا عندي سوشيال ميديا كتير. اتفضل. وعندي اقر واعترف، فهبدا معاك بالسوشيال ميديا قبل اقر واعترف، بس عندي سؤال حقيقه حلو يعني. اتفضل. ايه اللي موجود في كولر ما كانش عند جوزيه، وايه اللي كان بيعمله جوزيه ما كانش مش موجود عند كولر؟ هو العكس. مانويل جوزيه واحد من اعظم المدربين طبعًا. اللي كانوا موجودين، وما بحبش المقارنه، كل واحد بياخد وقته، كل واحد من حقه ياخد السيت بتاعه والكلام بتاعه. المقارنه دي كل حد يجي موسيماني يكسب بطولتين يقول لك هل هيحقق اللي عمله مانويل جوزيه؟ دي حاجه تفرحنا. مقارنتي انا خاطئه من وجهه نظري. بالظبط. نعم. مانويل جوزيه ما عندهوش كولر. مانويل كان شخصيه اقوى. مش بنفس شخصيه هنا هو اهدى، ده مش موجود هنا الهدوء، هنا موجود الـ 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 القوه. مانويل ممنوع منعا باتا حد يروح يخبط، انا ما بلعبش ليه؟ ممنوع ما بلعبش ليه؟ انا شايف كده. حتى لو بتريكا؟ حتى لو قعد كل القعد اكبر الناس احتياطي جنبه. فممنوع. ممنوع. وكان يعني ده فلسفته. اتمرن ولما يجي دور العب، وده راي المدير. فاما تبقى مدرب هتعرف اللي انا بقوله. مش غير قابل للنقاش الكلام. انا ما شفتش كولر في الكواليس بيعمل ايه، بس دي حاجات كانت بتعجبني. اتخضيت لما جوزيه اداك الشاره؟ لا، لان كانت متوقعه مثلا؟ ما كنتش متوقعه، لان هو فاجئ كله اصلا. هو دخل الغرفه من النهارده عصام مش الكابتن، فمين الكابتن؟ فانا بلال رفع ايده انا متذكر، فانا فاكر ان انا لعبت قبل بلال، فقلت لا انا. فالكابتن حسام دخل سال ماهر عبد العزيز، فهو دخل قال من النهارده شادي كابتن الفرقه. وقال جملتين انا فاكرهم في دقيقه يعني. قال كابتن الفرقه يمثلني ودراعي اليمين اللي هيديلك الشاره. ما كانش قالها قبلها. ما كانش قالها. فقال كابتن الفرقه بيمثلني وده دراعي اليمين جوه وبره الملعب. واللي هيقوله لاي حاجه تمشي فورا. فبيديك اكسبشن برضو بيقويك على عكس ما يضعفك. هل ده اثر على علاقتك بالحضري؟ الكلام مصطنع، وكان في الاعلام الطبيعي بيعملوا مشاكل. ما كانش في مشاكل، بس احيانا كان في ناس بتبث الفتن. في الاعلام شويه كان عدوا الموضوع اكبر من حجمه، لكن في الاول وفي الاخر كنا فرقه واحده وبنحقق انجازات مع بعض. وانا على المستوى الشخصي كنت بحب الحضري جدا. لان حد كان مخلص في تمرينه. مش طبيعي. دي حقيقه. نعم. مش طبيعي. حتى نادر جه بيتمرن اربع تدريبات في فتره الاعداد لوحده، واشوفه كان اوتي على الجيم، كان بينزل يروح يتمرن ثلاث تمرينات. لكن احيانا كنت بزعل من بعض الكلام اللي كان بيتقال واعرفه. فما ما بحبش العداوات طول عمري، بحب احنا فرقه واحده وبنحب بعض وبنكسب مع بعض، ما دخلتش في اللغط ده كتير يعني. حتى تلاقي عمرك ما تلاقي اتكلمت على الحضري كلمه يعني. طيب تعالى نروح للسوشيال ميديا واسئله. طيب. الكابتن شادي محمد ده ايمن جيلبرتو سالفول يا عم ايمن، كنت منور الشاشه امبارح، وايه محلل كسبنا محلل جميل امبارح. اتغرى ولا سلم عليا ولا قال لي حاجه ولا بعت لي مثلا ايه مثلا علبه شوكولاته كده ولا ايمن ولا الناس الجميله ولا كوبايه شاي. ده جميل. جميل ما شاء الله، ومعاه بنته الجميل. سالفول يا ايمن عليك بقى. التحيه لاصدقائي والحبايب كابتن شوبير كابتن شادي. ما عنديش سؤال محدد، لكن مهمه كابتن شادي في قطاع الكره النسائيه صعبه جدا جدا، لان الموضوع في مصر متاخر كتير على العالم. محتاجين مجهود كبير لتقليل الفجوه والاستفاده من حاله الاهتمام العالمي والقاري بالكره النسائيه. كلام كويس.
الكلام مظبوط 100%. القماشه قليله جدا، وفي بعض اللاعبات الكويسين جدا متعاقدين مع نادي، واحنا كنادي اهلي ما بنجيبش غير الافضل. نعم، وهنجيب الافضل ان شاء الله، وهنجيب اللي يستحق. محطوط لك ميزانيه كويسه؟ محطوط لي في المعقول. ناس كتير بتتكلم اللي هي ارقام خياليه. لا، ميزانيه معقوله جدا، مش مبالغ فيها. وعلى قد ما نقدر على قد ما اقدر بحاول اللي احنا بنصرف في الحاجات المهمه اللي تستحق. برنس شريف تي في، حارس الاهلي، رائد الاعلام الرياضي، بكيت بمشاهده البطل نجاتي في الجزيره مع القدوه الرياضيه الخطيب، واهلا بعنوان الرجوله شادي محمد في منصب هام يحتاج لنجم ذات اصل. بشكرك يا برنس. عايز اقول حاجه كابتن. يلا. انا بشكرك على الفقره اللي حضرتك عملتها، لان النادي الاهلي ليه دور مجتمعي، واستجابه الكابتن خطيب كالعاده للنفس بالظبط. نعم، ثانيه في ثانيه. نعم. وبتفرق مع الشخص جدا جدا جدا. فبشكرك جدا على التقرير ده كابتن. وانا بشكر كل الناس. امينه، هل كابتن شادي ما كنتش متخوف من تجربه مع فريق السيدات، وخاصه ان دي اول مشاركه ليوم في الدوري، وكان ايه الحافز في قبول المهمه؟ حلو السؤال. اكيد خوف صحي. نعم. خوف النجاح. لان الحمد لله رب العالمين اسمي دايما كان مرتبط مع النادي الاهلي بالنجاح. نعم. بس دي اول دخول ليا. نعم. اداري، فقدام الجماهير في مهمه، قدام امام الجماهير. صحيح. وفي مهمه كابتن الخطيب اختارني. نعم. فعايز في النهايه وانا هقولها بدري، يلا، عايز اقول للجماهير اللي قد المسؤوليه. واقول للكابتن الخطيب انت اخترتني فكنت قد المسؤوليه. لان هو اختارني. نعم. وراهن عليا. فبحاول على قد ما اقدر حتى اللحظه دي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما فيش ولا مشكله حصلت في الثلاث فرق ولا اي حاجه زي اللي بنسمعها بره. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ممدوح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك كابتن الاعلام الرياضي شوبير. سؤالي للكابتن شادي، ليه مباراه السيدات لا تذاع على قناه الاهلي؟ عايزين تغطيه اعلاميه اكتر الكره النسائيه. انا حابب اتابع المباراه بس مش عارف المواعيد. هل في تفكير في تدعيمات في يناير؟ اذاعه قناه الاهلي دي حقوق. فدي مش في ايدينا، لكنه اللي بنقدر نجيبه بنعرف نجيب الاهداف، بنعرف نعرضها يعني. ده عشان كده لا تذاع. تغطيه اعلاميه اكتر احنا بنغطي هنا بشكل جيد، وان شاء الله هيبقى افضل الفتره اللي جايه. المواعيد ده غلط عندنا احنا. احنا عندنا الاجنده يا جماعه بتاعت الاسبوع، نزلوها من فضلكم لو ما نزلناهاش. وهل في تدعيمات في يناير؟ ان شاء الله ذاعنا الاجنده تمام، مركزين في ماتشاتنا. وفي نفس الوقت بنعمل اجتماعات. نعم. النواقص اللي عندنا ايه، وفي سيستم بنعرض. نعم. على لجنه التخطيط والكابتن خالد بيبو، ثم برضو بنعرف الكابتن. ما بناخدش قرارات فرديه. طيب. بالمناسبه يا جماعه احنا كنا عملنا المسابقه على التيشيرتات، والحقيقه الكابتن محسن اوفى بعهده وجاب لنا تيشيرتات. لسه الكابتن هاني رمزي ما جابش تيشيرتات، كابتن اسامه حسني ما جابش تيشيرتات، وانا تيشيرتاتي موجوده، وهنصور الصور للي قدر اللي هيقدروا يستلموا مننا، او ما كانش كده هنوضح للناس ان احنا سلمنا الناس تيشيرتاتها. اللي كانت الاهلي كام بطوله، وامام عاشور كام بطوله. عمرو روماريو، مساء الخير يا ناظر اعلام المصري والعربي. مساء الفل يا كابتن شادي، ممكن اعرف كابتن حضر اتعامل معاك ازاي اول ما انه الجزيره قرر يسحب الشاره منك؟ اول ما الاهلي استغنى عنك كان شعورك ايه؟ وزعلت من مين؟ ومين السبب في رحيلك في الوقت ده؟ الجزء بتاع الحضر قلناه، الجزء الثاني ده اعتقد موجود في اقر و نخليها الاقر واعترف. استنى، اقر واعترف، انا متاكد ده موجود. هيجاوبك دلوقتي يا عمرو. اللي بعديه بيبو الكيلاني، ده من النشطاء جدا على تويتر ومن الاهلاويه الجمال. بيبو، مساء الفل عليك يا بيبو. هل هو راضي عن البدايه لفريق الكره النسائيه؟ ايه التطلعات للقادم؟ هل في استعداد لحصد بطوله افريقيا والمشاركه في كاس العالم للانديه لكره القدم النسائيه؟ حلو السؤال. جدا. للامانه لو سالتني راضي عن النتائج، لكن مش راضي على الاداء في بعض المباريات. اللعيبه احنا دخلنا الدوري بدون مباراه وديه، ولا مباراه وديه. صحيح. نعم. وجبنا ثلاث لاعبات فلسطينيات عندنا. نعم. لولو، وعندنا نديم محمد. وساره كورد جم متاخر. فلسطيني. فلسطينيين بس حد عايش. حلو. بيلعبوا في منتخب فلسطين. جميل. واحده في جميل. في السويد. واحده كانت بتلعب في المانيا، وساره جايبنا. دول هيدخلوا خلاص مع الفريق، موجودين معانا اوريدي. وفي بيشاركوا المباريات اللي فاتت في بعض الاجزاء نزلوا فيها، وفي لولو بتلعب بشكل كبير. نعم. بس اللي انا عايز اقوله طبعا بحلم هقول بقى حلمي على الشاشه، يلا اخد العب بطوله افريقيا ويبقى ملعبنا التتش ان شاء الله يا رب.
حلو ده، هاخد موافقه من الكابتن خطيب. ما خلاص هيبقى في رجلك هو هنا ان شاء الله. طيب انا عشان هقول للناس بشرى حلوه دلوقتي وخبر حلو يعني. انا بعتذر يا جماعه لانه في اسئله كثيره جدا، فمعلش والله هو فريق الاعداد منهم لله منهم لله منهم لله بيقعوني مع مع السوشيال ميديا، هم بيختاروا والناس بتزعل مني والله. فوالله والله ما مني، حقكم عليا. شيماء عثمان منار الدنيا كلها، كابتن شوبير ناصر الاعلام الرياضي، وكابتن شادي محمد واحد من كباتن الاهلي التاريخيين. كنت عاوز اسال كابتن شادي، هل فريق الكره النسائيه بالاهلي قادر على كتابه التاريخ كالعاده وحصد الالقاب من اول مشاركه؟ بالنسبه لكابتن شوبير فين التيشيرتات؟ موجوده والله العظيم يا شيماء، اتفضل. اكيد طبعا اسم النادي الاهلي، بس لازم كلنا نحط في الاعتبار اللي احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم كبدايه. نعم. عندنا حلم كبير بنشتغل عليه، وبوعدكم بنبذل اقصى جهد اقصى جهد، مستر ديمتري، المدربين اللي موجودين، كابتن وائل، كرامي، علي، بنبذل اقصى جهد عشان في مستقبل للعبه من حتى على مستوى ال 15 وال 18. صدقنا كابتن مبذول مجهود كبير جدا. انت كونت ثلاث فرق في شهر ونص. نعم. فلسه بنشتغل اكتر وهنشتغل اكتر عشان نسعد جمهورنا وعشان نقدم حاجه تليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. طيب انا بس عندي خبرين. اول خبر كان هناك بعضا من الجماهير كانوا تحت التحقيق لانه في بعد ماتش الاهلي والعين عشان كان في تذاكر مزوره. كانش في حاجه، كلهم خرجوا الحمد لله والشكر. الحمد لله. ناس كثيره سالتني السؤال ده، كلهم خرجوا بالسلامه، وكان مجرد لانه عشان بس لا تتكرر الازمه، هم الاولاد مش مسؤولين عن حاجه، لكن كلهم خرجوا وروحوا بيتهم بالسلامه باذن الله. بشكر مجلس الاداره لانه اشتغل فيها بشكل اكتر من ممتاز. الحاجه الثانيه خبر مؤكد، تم ايقاف من اخطا في مباراه الزمالك والبنك الاهلي. انا ما بحبش اجرح في حد والله يا جماعه على الاطلاق، بس انا بقول لك خبر، تم ايقاف الحكام المخطئين في مباراة الزمالك والبنك الاهلي. تيجي بقى قرر اعترف بس خفيفه النهارده والله، الاعداد واضح انت مدلعه وايه شايلين لك حاجات كتيره يعني، فانا سبت له المره دي، لكنه شادي يستحق. قرر اعترف مع كابتن شادي محمد. كابتن شادي محمد، تقر وتعترف انك اتفاجئت بقرار الكابتن الخطيب بتعينك مشرف على الكره النسائيه بالنادي الاهلي؟ اتفاجئت جدا جدا، بس كلماته كانت مؤثره بالنسبه لي. نعم. دعمه مؤثر جدا بالنسبه لي، وانا بوعده على الهوى قدام الملايين من الاهلاويه، بيتبذل مجهود كبير جدا وهيتبذل قده اضعاف. نعم. علشان اكتسب ثقه النادي الاهلي وثقه حضرتك. نعم. وكانت مفاجاه. طبعا كانت مفاجاه، لكن في الاول وفي الاخر هكرر تاني كلماته اللي دي صعبه جدا، مسماها عند البعض ممكن يقلل منها، ولكن خد بالك عشان دي صعبه جدا جدا. نعم. تقر وتعترف انك من اللعيبه اللي دخلوا منتخب مصر في عصره الذهبي بالمجاملات؟ اعترف ان انا اتظلمت كتير جدا. ظلمت؟ كنت بلعب مع كل مدرب اجنبي، ست مدربين. مع كابتن حسن شحاته اخذت الفرصه الحقيقيه في 2008، ولما اداني الفرصه لعبت كل الماتشات ما شاء الله. لكن قبل كده كان بطوله افريقيه مع المنتخب، بطوله 2008. والبطوله العربيه مع الكابتن حسن برضو. بس اتظلمت في اوقات كتير جدا. في اوقات المدربين الاجانب ولا الكابتن حسن؟ لا لا لا، مع الكابتن حسن في الاول في 2007 البطوله اللي كانت في مصر دي، ضم ناس ما كانتش بتلعب وانا كنت بلعب. 2006 مش 2006. قلت 2007 ولا فضمني. نعم. 2007 في اخر 2007 السيزون ده كنت عامل بس لعبت في 2008. لعبت في 2008. فبالعكس انا ولا بقبل اروح مكان مجامله ولا في اي مكان شغل، لكن فعلا كنت استحق. بس كان يعني ظلمت ولم تجامل؟ ظلمت جدا. طيب مزلومت. تمام، عشان بس الفقره سريعه شويه. تقر وتعترف انك كنت سعيد بصدام جوزيه مع الحضري بقيت كابتن الاهلي؟ بالعكس. عمري ما كنت سعيد في حاجه زي كده، لان في الاول وفي الاخر انا بحترم زمايلي وبحترم المدرب. بس رولز. انت بتحترم الرولز. قال مثلا لو كان حد تاني كان هيبقى ما هو الراجل قال مين اللي بعده في الترتيب. فانت رفعت ايدك. لكن في الاول وفي الاخر لو كان حد تاني قبليه كان هو اللي هياخدها. لكن اللي انا عايز اقوله بس في الجزئيه دي ان ده شرف
طبعا وانت اتحطيت مع عظماء اللي كانوا كباتن النادي الاهلي يا كابتن شوبير، فدي حاجه تبقى تساعدني. قعدت كام سنه كابتن الاهلي؟ سبع سنين. تقول تعترف انك كنت بتشعر بالغيره من نجوميه وائل جمعه؟ بالعكس، انا وائل اخوات جدا واصحاب، ما فيش ما بيننا الكلام ده خالص. وائل عملنا مباريات كبيره مع عماد النحاس، مع احمد السيد، مع رامي، مع محمد سمير. احمد السيد ده مش واخد حقه، دي حقيقه والله. ده نجم جميل ولاعيب فايتر وحاجه محترمه حقيقة. انا طبعا هستضيفه قريب، لكنه فعلا يستحق كل خير، والناس بتتكلم عنه كويس. لعيب راجل مش أوي. مطلوب من السيرفيبات يعمل سرعات ويعمل ادي اللعب على ميسي، دي قطع ميسي في الاخر. عمري ما قطع ميسي في الاخر قال له هات له التيشيرت، قال له لا ضربتني كتير. مره لعب تقسيمه وكان بيضرب جامد جدا، فمانويل ضدنا عامل المدافعين ضد المهاجمين وبيلعب مع المهاجمين، الكوره جايه عالي راح شاله من على الارض، شال مانويل نفسه. هو مانويل كان بيقول له ميسي، قال له يو نوت ميسي. تحياتنا للكابتن احمد السيد. تخرج تعترف انك انت واحمد السيد بقى لسه بتكلم عنه كويس، بتتحملها مسؤوليه خساره الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا 2007 قدام النجم الساحلي؟ اه خالص، ما فيش، بالعكس احنا الماتش ده اتطرد فيه عماد النحاس. اه بالظبط، واللي انا عايز اقوله احنا اتظلمنا تحكيميا ظلم في المباراه دي بالتاكيد. بس الجميل زي ما انت قلت ان رميته ورا ظهركم وبصيت في اللي جاي. تقر وتعترف انك شعرت بالصدمه من طريقه رحيلك على النادي الاهلي؟ اللي كلمني بقى فاكر المكالمه طبعا؟ ايوه كان قبلها انا اللي كلمت. ايوه نعم. فقلت لي هيئ نفسك في قرار طلع كذا، قلت لك كابتن اكيد انا الحمد لله حققت حاجات كتير فنصيب بقى خلاص. قلت لي كابتن حسام هيجي لك. مظبوط. وكابتن حسن حمدي تقديرا ليك بعته يتكلم معاك وكده. كان الكابتن حسام بقى مدير فني، دي حقيقه، وحضرتك وراح لشادي البيت، دي حقيقه. نعم. مش اتصدمت. بص يا كابتن هقول لك على حاجه بجد بجد، يعني اللي هو ايه، احيانا بتبقى نفسك في حاجه واحده. اللي هو المشهد وانت ماشي خلاص. انا اوريدي خلاص مشهد الوداع يبقى كويس. مشهد الوداع اللي هو وسط جمهورك ولاعيبتك وتشربوا صحيح. حاجه مع بعض وتتكلموا وتودعهم بشكل كويس جدا. لكن في الاول وفي الاخر انا بقول دايما الرزق لما يقف خلاص. ما تقوحش وما تتكلمش كتير، ارضى باللي ربنا كتبه. علشان الكلمه هنا بتبقى فارقه عند المسؤول وعند الجمهور. يا تبقى موجود خارج من الباب الكبير، يبقى صعب دخولك النادي الاهلي. على كلمه ارضى دي هو في حكمه جميله جدا، انا دايما باخدها قدامي كده. يا ابن ادم ارض بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس، دي حقيقه. تقول تعترف انك كنت تقبل بالحصول على اقل عقد مالي في الاهلي خوفا من الاستغناء عنك؟ لا ما بص يا كابتن، الحمد لله رب العالمين. انا هقول لحضرتك، انا كنت من اقل العقود وبلعب كل الماتشات حتى في التجديد الاخير، وده اللي كان بيهمك. والله العظيم والله العظيم. على فكره والدتي من خلال حضرتك انا بشكرها جدا، ربنا يشفيها لك. انا عارف انها تعبانه، انت سافرت لها كذا مره في اسكندريه. ربنا يا رب دايما اشوفها بخير دايما يا رب. القناعه لما تبني من اسرتك، تبني عندك الرضا، فالجنيه في جيبك تلاقيه مليون. هي كده. انا استغرب على فكره كابتن، انا استغرب جدا ساعات فاقول لها الظروف دي انت ازاي ما بتقوليش كذا، تقول لي والله ده انا متبقي معايا الحمد لله. اللهم صل على النبي. فانت الحمد لله واخد الموضوع ده بقى دور البركه. دي حقيقة. دور البركه. انا خلصت. كان في اقر واعتراف جديده بس خلاص احنا كده خلصنا. وانا اتبسطت، بس خلينا انا وانت نقول للجمهور خبر حلو يعني. اتفضل. الضيف اللي نفسكم يبقى موجود معانا قريب جدا هيبقى موجود معانا. الضيف اللي وحشكم انه يبقى ضيف من فتره، خلاص ان شاء الله بنظبط حاجه جميله جدا عشان الاطلاله تبقى طليق بهذا الضيف الكبير الجميل ان شاء الله، لانه هيتكلم في كل حاجه تخص النادي الاهلي ولنفسكم واحلامكم واملكم وتطلعاتكم. اوعى تكون عرفت. ولو عرفت اوعى تقول. عرفت. ماشي. حسيت. حسيت. اقول؟ لا لا لا، خليهم هم كده يتوقعوا كده ان شاء الله. والنهارده انا اخذت الموافقه منه، بس بنرتب عشان نعمل حلقة جميلة تليق بي وتليق بالنادي الأهلي. كابتن شادي نورتني، شرفتني، بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى لك دايما انت والنادي الأهلي التوفيق. كابتن شوبير انا بشكرك على الحلقة الجميلة دي. أكرمك. وعايز اقول لك حاجة، انت وقناة النادي الأهلي لايقين على بعض. ربنا يكرمك. اما يبقى نجم من نجوم النادي الأهلي وليه تاريخ موجود على شاشته، فدي
قناعه للجماهير اكبر، وكمان على المستوى الاعلامي مش انا اللي هقيم، كابتن احمد شوبير اضافه قويه جدا لقناه النادي الاهلي. بعتز بحضرتك جدا، اشكرك. وكمان على الهوا لو في يوم من الايام زعلت مني، احنا ما ينفعش نزعل من بعض اصلا، احنا اولاد بيت حضرتك واحد. بالظبط، النادي الاهلي هو بيتنا، ما بيننا كلنا ما بيننا امور كتير كويسه. وعايز اختم كلامي بشكر جماهير النادي الاهلي على المنظر الرائع الرائع في مباراه الاهلي. نختم لك من ثالثه شمال بالظبط، نختم لك فيها مفكرك. ايوه عشان بيوم يا اما بقى لا لا ما هو قال لي لانه خاف من الخصم، فهختم لك من بالثالثه شمال. فانا كابتن بشكرك جدا جدا على الحلقه دي، وبشكرك على دعمك معانا دايما بتقول اخبار عن الكره النسائيه. وبشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. من ثالثه شمال بنهزك يلا بينا نختم بيها ونقول لكم عايزين حاجه. السلام عليكم.